صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الأمور التي تدل على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الأشياء التي تؤدي إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ أما الأشياء التي تؤدي إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فلا أعلمها، هذا شيء من علم الله سبحانه وتعالى. وما كل من عرض له شيء في الرؤيا أو قال أنا الرسول يكون صحيح. الشيطان يأتي إلى الإنسان في الرؤيا، فإذا كان الشخص لا يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تميزه عن غيره قد يتخيل له الشيطان. أما إذا كان الشخص يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع. اللي يعرف الرسول بصفاته ما يمكن أن الشيطان يخدعه في الرؤيا أبدا، لأنه ما يستطيع أن يظهر بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. نعم.